نعم نعم عندك إيش عملت بدايه الحضارات كلها يمني هو بابلين وسومريين واكدين واشوريين وبسله حمرابي وبالبدايه اللي هذا النهرين عندنا نهرين مو نهر واحد والجناح المعلقه وبدايه الانبياء ونهايتهم كلهم يمني عايش عايش شوف انت سبيسيال مو من قبل تتقلق فيها كل شيء ما تعرفي وبترجع لي حضاره وتاريخ وش قال احنا ما عندنا لا بس من الجزائر الجزائر احكي مش عندكم والله الله عنا خير وبركه لا استني الجزائر بلاد الامازيغ الاحرار الجزائر بلاد ماسينيسا ويوغورتا والامير عبد القادر الجزائر بلاد المليون ونصف مليون شهيد بلد الابطال لا كان المستعمر حاب ياخذ لنا بلادنا ويسرق لنا ثرواتنا بصح كل مره نسترجعوا حريتنا ونسترجعوا كرامتنا خلصتوا خلاص احكي بالله انت عندك انت يا اخوي شوفي هذه مصر هذه مصر مو الدنيا مصر مو الدنيا وين مصر هذه غير يعني الحمد لله على السلامه يا بي الحمد لله على السلامه يا باشا الحمد لله على السلامه يا بي الحمد لله على السلامه يا باشا اجيب لك حاجه يا بي ويا باشا هذه مصر وهذا الاخ هذا العراق هذا العراق العظيم نعم العراق العظيم العراق العظيم وين العراق الحين يعني بالله وين العراق الحين موجود ماكو عندكم غير التمن التمن هذا ويعني طبعا انت ما تفهمين التمن ده التمن اللي هو الرز يا اختي الرز تمن وباكر باكر هم في باكر دوام عراقيه كبار يعني شنو نسوي قاعدين مطعم البصله احنا شنو نسوي باكر وما باكر يا اخي طيبه ما ماكو باكر الله يهداك الله يهداك الاخت هذه مليون ونص شهيد ما نفهم عليه والله ما نفهم عليه والله ما فهمت شنو قالت هذه قاعد كل شوي هذه جايه فرخه يعني يا اختي فرخه هذه ديايه ما نفهم عليها ما نفهم عليها وكل كلامه فرنسي شوفوا انتوا جميعكم ولا حتى لو يعني الحين عندنا ناس هذول من الشام وما ما اعرف شو باب الحاره حبيبي سيدي ما في هذه الدول العربيه كلها هذه انتوا شعوب كانوا واخواتها لكن احنا الحاضر والمستقبل احنا معزبينكم انتوا تيون عندنا حق الدنانير حق الدراهم حق الريالات تشتغلون عندنا بيض الله وجهك اختي والله بيض الله وجهك والله ما قصرتي والله ما قصرتي هذه اللي تفهم هذه الحقيقه انا ارى ان الغزليان الافضل كيف؟ شلون يعني كيف هذا يعني؟ دول الخليج العربي تمتلك الثروات الطبيعيه الثمينه ياكي بلاد المغرب العربي وشمال افريقيا انتم لديكم قوة بشرية عظيمة البلاد الفصي وبلاد الشام تمتلكون الحضارة والفنون والعلوم انتم جميعا تمتلكون عقول بشرية مهولة يا اختي اوروبا هي الافضل طول عمرها يعني في الوقت الذي كنا فيه في ظلام دامس وفي هروب وصراعات دموية
كنتم أنتم الشرق منارة. إيه صحيح صحيح. ولكن أنتم سقطتم ونحن فهمنا مصلحتنا وتوحدنا وأصبحنا قوة عظمى. هذا كلام عندي. أنتم كلكم في نظرنا عرب. أنتم قلب العالم. أنتم مركزه الاستراتيجي. لو أنكم تخليتم عن افتخاركم بالماضي وبالطوائف والنعرات العنصرية الطوائف والنعرات الدينية والعرقية، لو وحدتم قلوبكم لمصلحتكم المشتركة وفهمتم المعادلة الصحيحة لأصبحتم قوة عظمى مهابة. أنتم نسيتم أنني من أي دولة، لقد قلتم أني اعتبرتوني من الغرب، وأنتم في نظرنا كلكم العرب من المهير إلى الخليج. كلامك صحيح. كلامك صحيح والله. والله والله كلامك عدل. وايد مشكور أختي، وايد مشكورة والله. الله من أمثالك. ضعتوا يهنا في الشيطان، أنتوا في الشيطان، والله في الشيطان. ضعتوا يهنا. شوفي أنت